You don't put that in that article. Why? I did put it in. I said that the community was divided. I didn't quote David Albright. He said you could quote him by name. Yes, he did. Why didn't you? I think the story got cut for space. في عام 2015 استضاف المذيع الأمريكي الشهير جون ستيوارت في برنامجه The Daily Show صحفية مشهورة تدعى جوديث ميلر. وقبل أن أتحدث عن المقابلة سأعرف بجوديث ميلر. هذه الصحفية مواليد 1948 تعمل في الصحافة منذ زمن طويل في صحيفة نيويورك تايمز وبالتحديد في مكتب الصحيفة بالعاصمة واشنطن دي سي. هذه الصحفية حصلت على جائزة بوليتزر التي تعطى للأعمال الصحفية المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد رغبت مؤخرا بالحديث أكثر عن الصحفيين الذين حصلوا على جوائز مرموقة مثل جائزة بوليتزر لتوضيح أن الكثير منهم لا يستحقون هذه الجائزة، ومنهم صحفيتنا لهذا اليوم جوديث ميلر. حصلت جوديث ميلر على جائزة بوليتزر لكونها جزءا من فريق صحيفة نيويورك تايمز الذي كان يغطي الإرهاب العالمي قبل وبعد أحداث 11 من سبتمبر حسب ما هو موضح في صفحتها على ويكيبيديا. بدأت ميلر بعد أحداث 11 من سبتمبر تكتب تحليلات عن العراق وما يدور في الإدارة الأمريكية حول العراق، ودخلت حتى في تغطية ما سمي في حينها أسلحة الدمار الشامل العراقية. هذه التغطية كان جزء كبير منها عبارة عن أخبار مفبركة من قبل الإدارة الأمريكية والاستخبارات الأمريكية، تبناها لاحقا الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وفريقه دونالد رامسفيلد وكولين باول وغيرهم. ميلر كانت تغطي هذه الأحداث وكانت تحليلاتها تظهر في الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك تايمز التي كانت وما يزال لها تأثير كبير على صانعي السياسة في أمريكا وحول العالم. لن أفصل كثيرا في العناوين التي نشرتها ميلر ومحتوى تقاريرها لأن لدينا بعد قليل مثال قوي طرحه جون ستيوارت، ولكن أقول إنه تبين بالطبع أن ما نشرته من تحليلات كان مبنيا على معلومات زائفة مصدرها الاستخبارات الأمريكية. وحتى الصحيفة أعلنت أن عددا من التقارير التي نشرتها ميلر حول العراق كانت غير صحيحة وأجبرت على الاستقالة. ولكن متى استقالت ميلر؟ في عام 2005. والحقيقة أن صحيفة نيويورك تايمز تبنت فكرة الحرب على العراق، وهناك عدة أدلة على ذلك سأتحدث عنها في فيديوهات لاحقة في هذه القناة. والمهم أن ندرك عندما نتحدث عن نيويورك تايمز بالتحديد وإلى جانبها عدد قليل من الصحف حول العالم أن قرار نشر المواد في هذه الصحف ووضعه على الصفحات الأولى قرار مدروس وهناك وعي كامل بأثره، وحتى افتراض الخطأ البشري بنسبة ضئيلة أمر غير وارد هنا. وإذا تساءلنا هل كانت ميلر تفتقر المعلومات الصحيحة لسبب أن هذه المعلومات لم تكن موجودة لدى مصادرها في الاستخبارات، فالجواب هو لا. كانت ميلر تنشر المعلومات القادمة من الاستخبارات والتي تقول إن هناك أسلحة دمار شامل في العراق، لكن هذه نصف الحقيقة، والنصف الثاني هو أن مسؤولين اتصلوا بها وأبلغوها بأن هذه المعلومات غير دقيقة. فهل نشرت ميلر هذا التصحيح؟ الجواب هو لا. لذلك استحقت الإهانة التالية في مقابلة جون ستيوارت التي بالمناسبة كانت قادمة لتتحدث فيها عن مذكراتها التي كانت قد نشرتها في حينها بعنوان The Story, A Reporter's Journey، القصة رحلة مراسل. I believe that you helped the administration take us to like the most devastating mistake in foreign policy that we've made in like 100 years. You wrote an article, this is September 8th, 2011, right? This was the big article. It said, U.S. says Hussein intensifies quest for A-bomb parts. You mean Michael Gordon and I wrote an article? Sure. Yeah. front page of the New York Times next to a giant picture right. of Never Forget 9/11. It was right around the first, there it is, in memory of 9/11, front page. جون ستيوارت أشار إلى أهم مقالة نشرتها ميلر إلى جانب صحفي آخر في الذكرى السنوية لأحداث 11 من سبتمبر. المقالة كانت تتحدث عن بحث العراق عن أسلحة نووية، ورغم أن هذه المعلومات زائفة لكن ميلر نشرت المقالة على الصفحة الأولى على الصحيفة إلى جانب صورة تقول لن ننسى أحداث 11 من سبتمبر، ما يعني أنه كان هناك ربط متعمد للعراق بأحداث 11 من سبتمبر. The information came from the Bush administration. Yes? Broadly speaking, yes. John, were we not supposed to report what it was that had the community, the intelligence community, so nervous about Saddam? No, you were should have reported it, though, in the context people? That this administration was very clearly pushing a narrative. And by losing sight of that context, by not reporting... I think we did. The story said we wholeheartedly did. Disagree with you. Well, that's and what makes...
journalism. I mean, it's actually not what makes journalism. So let's continue with this. Let's continue. So you don't run with, you run with the story when David Albright doesn't call you back. He calls you back on that Tuesday and says, there's something wrong with this. Right. لنلخص ما قيل هنا، ميلر أعدت المقالة بناء على معلومات من الإدارة الأمريكية تقول إن العراق كان يسعى للحصول على قطع تساعده في بناء قنبلة نووية، وقد تواصلت مع ديفيد أولبرايت للتحقق من ذلك. أولبرايت كان أول مفتش حكومي للبرنامج النووي العراقي منذ عام 1996، وكان يعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو مؤسس معهد العلوم والأمن الدولي Institute for Science and International Security. والغريب أن صفحة أولبرايت وصفحة معهده على موقع ويكيبيريا ليستا مترجمتين إلى اللغة العربية. أستغرب ذلك لأهمية ما يعرفه هؤلاء وما قالوه بشأن غزو العراق. المهم، أولبرايت كان يعد مرجعا لما سمي البرنامج النووي العراقي بين قوسين، أي أنه كان ينبغي لأي صحفي يكتب عن الموضوع أن يتواصل معه ليوثق معلوماته أو ليسمع وجهة نظر خبير في هذه المسألة. هذا من وجهة نظر صحفية مهنية بحتة. وفي الحقيقة ميلر تواصلت مع أولبرايت لكنه لم يجبها في البداية، لكنه تواصل معها لاحقا وقال لها إن معلومات البيت الأبيض بشأن هذه المسألة غير دقيقة. والمشكلة هنا أن ميلر لم تذكر ما قاله لها أولبرايت في مقالتها، يعني أنها أخفت معلومة مهمة جدا من خبير بشأن ادعاءات الأسلحة النووية العراقية. لنتابع. You don't put that in that article. Why? I did put it in. I said that the community was divided. I didn't quote David Albright. He said you could quote him by name. Yes, he did. Why didn't you? I think the story got cut for space. But I didn't, you know, look. But the standard of proof in all this seems much higher on the side of this is not an issue and they're not a threat, and much lower on the side of you're being fed. But that's what the intelligence community believed. That's what they were feeding you. They created. No, that's what they believed, John. ستيوارت سألها بوضوح لماذا لم تضع في قصتها حديث الخبير الذي قال إن هذه الادعاءات غير دقيقة، فأجابته بأن المكان في الصفحة لم يتسع لذلك، وأنها وضعت ما قالته لها الاستخبارات الأمريكية. أترككم مع الثواني الأخيرة من المقابلة. All right. Well, we're never going to see eye to eye on it. I mean, I appreciate you coming on the program. These discussions always make me incredibly sad because I feel like they point to institutional failure at the highest levels, and no one will take responsibility for it. I think they point to pass the buck to every individual other than themselves. I think they point to intelligence failures that I still worry about every day, because we're still relying on the same intelligence communities to give us information about Iran, North Korea, Pakistan, and the other countries that we have to deal with. Well, hopefully, given the same effort, we'll get to invade all of them soon. Hope we won't. هذه كانت إحدى قصص فشل الصحفية جوديث ميلر من صحيفة نيويورك تايمز، أهم صحيفة في الولايات المتحدة وفي العالم. هذا الفشل كان مما أسهم في الغزو الأمريكي للعراق. فهل تستحق الصحفية جوديث ميلر جائزة بوليتزر برايس للصحافة؟ في النهاية أتمنى أن تشتركوا في القناة وتسجلوا إعجابكم وترسلوا الفيديو للأصدقاء والمهتمين. إلى اللقاء.